رأس اليوم النائب الأول لعمدة بلدية مدينة أنجمين التجاني عبد الرحمن نورين الحملة العامة للنظافة التي قامت بها بلدية الدائرة الثانية لنظافة بعض الشوارع العامة بالدائرة، وتدخل هذه العملية في إطار حملة النظافة العامة التي أطلقتها بلدية مدينة أنجمين خلال الأشهر الماضية. عبد الله من سلسلة الحملة التوعوية التي اتخذتها بلدية أنجمين لإزالة وجمع الأوساخ والأتربة المتراكمة على الطرقات، يجيء الأسبوع الرابع لعملية التنظيف بمشاركة جميع عمال الدوائر الأشرة، وذلك بهدف مكافحة النفايات وتوعية المواطنين بضرورة الاهتمام بالنظافة. أثناء الحملة التوعوية والتي كانت من نصيب الدائرة الثانية، حيث أوضع عمدة بلدية الدائرة بأهمية النظافة والخطوة الإيجابية التي اتخذتها بلدية أنجمين. النظافة من الإيمان أو الخلق كله، ونشكر اديتنا الفرصة، نشكر الميري سنترال أسست الشغل هذا أربع مرات هسه من بدينا ده الرابع هسه مرة مرنا نقشوا الشواري دول، وفينا عملنا هسه قشينا ده عشان الآخرين كل يشوفوا يعرفوا الشغل ده، ما هنا ميري سنترال، ما هنا ميري أنا نسمانك هنا نجينا كله كي. النائب الأول لعمدة بلدية أنجمين تجاني عبد الرحمن نورين ناشد المواطنين بضرورة المساهمة في عملية النظافة ومساعدة البلدية. على المواطن أن يقوم كل صباح بتنظيف مقابل بيته، إذا كل واحد فينا إن شاء الله نظف قدام بيته بالطبع المدينة تكون نظيفة، وتكون للبلدية مسؤولية إزالة هذه الأوساخ وضعها في الأماكن المطلوبة. فنناشد لأن الشيء شيء عام، والهدف منها أننا نركز في أن المواطن يساهم. يذكر بأن هذه الحملة التوعوية ستشمل الدوائر العشرة بالعاصمة أنجمين من أجل مكافحة الأوساخ. تناول عمدة الدائرة الرابعة هارون رماد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدائرة والتي أثرت سلبا في تأخير دفع مرتبات الموظفين بجانب الديون المتراكمة. جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه عمدة الدائرة الرابعة بمكتبي اليوم. نتابع. لجينا الكومينا نا كاتريم دا اند دين تريزور ديننا 393 مليون 666 80 و 67 ريال دا لجينا الريسيفر سولنا في الهاله، وبعد ده بتان غروس جايد بتان في تريزور لسنازا ودو الفكاتير لسما شالو غروسهم هو بلد دين الجدين في الخزنة إلى الكاتري مرسومان بكان الرسوفير كل كي بيساوي 300 مليون في دا أني نجينا الحالة دي لجينا هوانا ما كويسة ما سمها دا حسا وقفت أمانا الجمعين فوق ماشين نخدمه وجينا في نية نخدمه الشعب دا الوقفة أمانا ما قدرنا خدمنا الحكومة أنطان السيفانسيون يعني 2017 السوفانسيون ده الحكومة تنتدى لخدمات عن الشعب وتعاون فوق البلدية بدأ كل التريزور شاله مننا قال انتو انتو كدين ده ما ننطوكو الفلوس ده دونك فلوس ده كله هما ده ده وقفوا مننا في الحالة دي لسا انينا قروز هما القدي الديونو الأول لسا ما كمل متى يكمل متى انينا نقدر نخدم في البلدية رقم أربعة فنجان ده انينا هسا سوينا بوين دي بريز لنوئو شأمنا أنا كاتر مرسوما في الحالة والمشكلة أين الصعوبة الجنين نواجهها في كومين أنا كاتر مرسوما حسا أمال أنا كومين أنا كاتر مرسوما عندهم سبع شهر ما كفيناهم